قال فاعلم أنه لا ينفع مدح أحد ولا يضر ذمه إلا الله تعالى، أن الذي مدحه زين أو مدحه زين وذمه شين هو الله تعالى، أن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله تعالى. لو عرفت إنه الله لو مدحك بيرفعك ولو زماك بيخفضك، ومن يهن الله فما له شنو من مكرم. لأنه هنا في فائدة، في ناس ما دارين المدح لكن خايفين من الذم، هو كون الناس يشكروه والزول ده متعلم وكذي، دي ما بتهمه كثير، يقول لك أخ ما يقول ما كلام ساي، لكن عنده خلل في جانب تاني، خايف من الذم، يعني بيدفع في المناسبة ما داير المدح، يشكروه دفع ما دفع، لكن خايف شنو يزموه، بيصلي في المسجد مش عشان يقولوا بصلي وصلاي وكذي، خايف ما جاء المسجد يقولوا شنو الزول لا يا أخ ما بيجي المسجد، الزول ما فيه خير، الزول ده كذي، خايف من الذم. انت قال لك تعرف انه المدح بينفعك الله سبحانه وتعالى، وذمه بضرك الله سبحانه وتعالى. لو عرفت الشغل انه اي شيء من الله، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز شنو من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله هو اللي بيرفع ذكرك، ورفعنا لك ذكرك الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك النازل ما تشتغل بهم يا أخي، بشكروك ساي والله يشكروك، بكرة تموت يدفنوك ويجوا يضحكوا، يتونسوا ويضحكوا يومين ثلاثة، الزول ده كان طيب والزول ده كذي، تاني بينسوك، تتكون عمرك كله ضيعته عشان ديل وينسوك. تلقى زول آلاف البشر يشكروا فيهم، يكتبوا له تعليقات ما شاء الله تمام متعلم تمام 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 تمام، الآلاف ديل جت واحد ما بدي حسنة، ولا واحد ما بيقدر يدخل في رصيده حسنة واحدة، ما لك مال بشر زيك. الحاجة الثانية عشان تتخلص من الطمع فيما عند الناس، قال فاعلم أنه ما من شيء عند الناس أنت طامع فيه إلا وعند الله شنو خزائنه. أنت دار من الناس شنو قروش، الله عنده الخزائن، بينفق على البشر وعلى المخلوقات منذ أن خلقهم إلى أن تقوم الساعة، ما نفدت خزائنه سبحانه وتعالى، وما احتاج إلى أحد من خلقي، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين شنو عضدا. غني عن العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال ما عندكم ينفد وما عند الله شنو باق باق. فإنت إذا تعلقت بالله وخلصت لله، الله بوفقك،